الومنيوم اللي غنتكلموا عليه. صباح الخير سي نبيله ياشين. صباح الخير سميره وصباح الخير الساده المستمعين، ونتمنى ان شاء الله ان يكونوا بداو تيخويو الكونجيلاتور ديالهم ان شاء الله. غادي يديروه بعد العيالات انا ونص ساهم يديروه بلاكار ديال الصبابط. زوينه هذه دايما عندنا الصبابط بزاف. دونك اليوم غادي نتكلموا على الالومنيوم. خليتينا في الحقيقه سي نبيله ياشين وانت تتكلم لينا على المخاطر ديال الالومنيوم. الالومنيوم كان واجه يعني موجود في المطبخ ديالنا بواحد الطريقه اش نقول لك يوميه وعاديه جدا. كنا تنغلفوا به، كنا نغطيو به اللاطه ديالنا اللي غتدخل الفران، كنا تنطيبوا به اون بابيوت، نغطيو به شي حاجه غادي نصيفطوها للحباب، ندخلوه الثلاجة. فشنو هي هاد المخاطر ديال الالومنيوم اللي جعلتكم نتوما كاملين علماء التغذية تتخطيو فيه بحال هكا؟ نعم، فاولا هاد الالومنيوم هو بطبيعة الحال موجود في الطبيعة، ولكن دخل المطبخ ديال الانسان مؤخرا، يعني ما كانش شحال هادي هاد الالومنيوم. ولا عقلتي يا سميرة ان انا عاقل بزاف ملي كانت الوالدة تتوجد شي حاجة شي حليوة ولا هذا كنا تندوقوا الجيران. كانت تدير لك داكشي في طبيصيل وتتغطيه بمنديل. ومنديل الله يخليك مطروز. خصو يكون مطروز وما يكون تيقرب ليه حتى حد داك المنديل، تيمشي غير لعند الضياف. تماما. والضياف عاوتاني تيردعوا لك الطبصيل ديالك، ما يردوا لكش خاوي، خصهم يديروا لك فيه شي حاجه ويغطيوه بالمنديل عاوتاني يجيبوه. صحيح. فالخبز كانت تمشي للفران بالمنديل، كانوا المغاربه تيستعملوا الزيف، يعني كان هذا المنديل ولا هذا الزيف تيتعمل بشكل كبير فيما يخص التغطيه ولا الحفاظ على الارضيه ولا الحفاظ على الماكله. الان للاسف دخل هاد الكارثه العظمى وهاد المصيبه العظمى اللي هي الالومنيوم دخلت. ولكن المشكل الكبير هو انه بعض الناس اصبح عندهم موضه هذاك الالومنيوم، يعني لو فيت انه يغطي لك بالبابي الومنيوم يعني صافي موضه. ولا تتحط حتى في يعني في العشوات الكبار وداك الشيء. نصحوا لي فوق الالومنيوم مثلا. تتمشي عند ساندويتش يدير لك في الالومنيوم، تتمشي كما قلتي في الحفلات ولا العرسات الالومنيوم، بسطيله مغطيه بالالومنيوم، اللحم مغطي بالالومنيوم، الدجاج مغطي بالالومنيوم، فين ما مشينا كاين الالومنيوم. وحتى في الدار ديالنا في البيوت ديالنا ولات في البيوت ديالنا ضروري تنعلقوا واحد اللعيبه فيها واحد الرولو تيدور باش نغطيو فيه الالومنيوم باش نبداو نقطعوا، ولا الناس يمشيو يتقداو وتيشريو هذاك الالومنيوم. صحيح. الله يجازيكم بخير، كنت طلبت طلب في 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 نهايه 2015 وتنعاود نكرر في بدايه 2016. الله يجازيكم بخير اللي عندها شي بابي الومنيوم في الدار ديالها، تلوحوا دابا قبل ما نكمل الحلقه، تلوحوه تنسمعكم، لحتوا عاد نكملوا، لحتوه مزيان نكملوا وشي بعد. المهم نواو نيته ابلغوا من العمليه صافي. لان علاش هذا البابي الومنيوم الدراسات كلها تتبين وتتاكد على ان الالومنيوم هو نوغوتوكسيك. نوغوتوكسيك انه تصيب الخلايا الدماغيه ديالنا، وبالتالي هو سبب مباشر في بعض الامراض الجديده او الامراض العصر اللي اصبحت منتشره الان، وعلى راسها الباركنسون، وعلى راسها كذلك الالزهايمر. فهاد الالومنيوم كذلك يقدر يكون سبب في بعض الاضطرابات الهرمونيه سواء عند الرجل او لا عند المراه. هاد الالومنيوم كذلك يقدر مشاكل اللي عندها علاقه بالسرطانات. وبالتالي فالدراسات العلميه كلها تتبين على اننا تنستهلكوا كميات كبيره من هاد الالومنيوم بلا ما نحسوا بلا ما نشعروا. علاش؟ لان ملي تنكونوا تنلويو في الالومنيوم حنا تيسحب لنا بان راه ما كاين والو حتى شي حاجه دازت، راه ماشي ضروري يدوز لك طريف من الالومنيوم للماكله باش تشوفوا باش تقول عاد راني كلت الالومنيوم. وخصوصا ملي تكون هناك ارتفاع في درجه الحراره، مثلا الناس تيغطوا بالالومنيوم ويدخلوا الفران، اولا كيف ما قلتي قبيله حاطين لك الشوا تحت منه الالومنيوم، اشنو تيوقع؟ كاين واحد الكميات هي قليله ربما لا ترى بالعين المجرده اللي تدخل لهذاك الماكله وتنتناولوها حنا. خلاص لا كانت الماكله سخونه غادي تجدد تكون الماكله سخونه. الوغ المشكل اللي تيوقع اشنو هو؟ هو اننا مين تندخلوه للجسم ديالنا هذاك الالومنيوم تيبقى غادي وتيتستوكا او ميكروغرام او نانوغرام بوتيتر، ولكن نهار على نهار شهر على شهر عام على عام ملي تيوصل لواحد لا دوز اللي هي كبيره شي شويه اشنو تيدير؟ تقتل الخلايا الدماغيه وتتولد اضطرابات هرمونيه سواء بالنسبه للرجل او بالنسبه للمراه. الاغلبيه مش
شي كاين هناك مجموعه الفتيات عندهم مشكل ديال تساقط الشعر نتيجه تواجد كميات من الالومنيوم داخل الجسم ديالهم. هناك ناس ولا فتيات عندهم اضطرابات في العاده الشهريه ديالهم نتيجه تواجد كميات مهمه من الالومنيوم داخل الجسم ديالهم. هناك مجموعه ديال النساء عندهم مشاكل كبرى فيما يخص الهرمونات ديالهم نتيجه تنتج على الرجال الرجال ترى هنا نكملوا العياله ديما اللي فهم دابا وي والرجال كذلك لان الرجال الان اصبحنا تنعاني من مشكل سواء الرجل ولا المراه اصبح عندنا هناك مشكل ديال انخفاض الرغبه الجنسيه او مشكل ديال العقم او مشكل يعني مشكل كبير اصبح منتشر في المجتمع ديالنا يعني يقدر يكون نتيجه هذه المشاكل. علاش تخيل معايا الطفل لان الالومنيوم كذلك راه تلقاوه في العلب بعض العلب الكونسيرف ملي تحل الداخل تلقى فيها المغطيه بالالومنيوم الداخل. فتخيل معايا ان واحد الطفل من صغره أمه تطيب في الألومنيوم وكبر هو عايش غير بالساندويتشات ملوين في الألومنيوم راه ما يمكنش يوصل 30 سنة وما عنده حتى شي مشكل يعني حوتة في طيب في الألومنيوم حيت الشاورما في الألومنيوم تمشي الساندويتش يلويليه في الألومنيوم وفي الدار أمه تستعمل الألومنيوم شاطت شي حاجة غطاها بالألومنيوم دخلها للثلاجة فالألومنيوم نهار على نهار على نهار فتولي هناك مشكل. الآن في, 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 في بريطانيا داروا دراسة لقوا بأن النسبة ديال 40% ديال الناس في بريطانيا عندهم النسبة ديال الألومنيوم كثيرة في الجسم ديالهم. كيفاش يمكن واش ممكن تخلصوا منها ولا لا؟ هذا هو المشكل سي كو ملي تيدخل تيبقى تماك. هنا فين كاين المشكل؟ علاش انا قلت نهار يعني ما يمكنش يعني واحد الوصفات ديال التخلص من السموم ولا ديتوكس ولا ممكن لا. ولكن بطريقة صعبة ماشي بطريقة سهلة ماشي بحال الدهون ولا شي حاجة أخرى. لا 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 نهائيا بالعكس لأن هو شنو تيوقع كاين واحد الكمية ديال الألومنيوم ولا ديال الزئبق ولا ديال البلاستيك ولا ديال اللي ما خصهاش تفوت في الجسم ديالنا إلا فاتت بحال تنقولوا تيفيد الكاس والجسم تياكل العصا يعني هذيك الكمية حنا ضروري غنتناولوا كمية الألومنيوم راه بعض الأحيان بلا ما نحسوا تقدر تناولها هنا ولا هنا ولا هنا داكشي علاش شحال ما كنفكر السي نبيل عياشي دابا قلتي غير الا تسرب شويه ديال هذيك الماده الاكل ديالنا نعم. فما بالك اللي سرط شويه ديال الالومنيوم مع الساندويتش تتوقع لان تيكون الساندويتش ملوي في الالومنيوم ما تدوش البال شتي غنقول لك كالي تياكل راه ما تيشوفش اشنو تياكل هذه راه دراسه دائما تنرجع لها الدراسه اللي حنا بصدد القيم ديالها بالنسبه للتلاميذ تتقول له بين الاسئله اللي طرحنا واش تشوف شنو تتاكل ما تيشوفش تخيل معايا دابا هذه الناس غتجيهم بيزار بيزار انك تتاكل ولكن ما تتشوفش شنو تتاكل علاش واقف شاد الساندويتش تهضر مع صاحبك وانت ما تتشوفش شنو تتاكل وهنا جاتني واحد المقوله مغربيه مشهوره جدا بلا ما نقولها اولا كليتي الان دابا مع البورتابل كليتي ياكل وتيشوف في البورتابل صحيح فيقدر يعد الطريف ديال الالومنيوم حنا تنهضروا دابا على كونتيتي اون ميليغرام ولا اون نانوغرام فما بالك انه يعد الالومنيوم ويسرطو يعني يضع في شانه داكشي علاش الناس من الامل فقط لا يرى يضع في شانه فقط للاسف فداكشي علاش الناس من الافضل منين يمشيو يشريو غتشري ساندويتش ولا غتشري شي حاجه ولا هذا قولوا الله يخليك ما ديروش في الالومنيوم ديروا ليا في شي كاغيط ولا ليا في شي حاجه ما ديريش عرفتي انا فرحت مؤخرا مشيت لعند واحد الجزار خديت من عنده اللحم وداروا ليا في بابي بابي هذاك القهوي عرفتي هذاك بابي القهوي عاد رشا ليا في بلاستيكه سي بيان والله الا عجبني الحال سي بيان يا ريت لو ان الخبز خاصو يدار هكاك اللحم خاصها تدار هكاك الخضره خاصها تدار هكاك جميل عقلتي فاش كنا تنمشيو نشريو خضره تيعطيونا هذوك الخنيشات كغيز عرفتيهم الباكيات اللي باقي تيدير من بعد خطا السفنج السفنج كان تيدار في الشركه بيان سور الشركه وشي دويك بالكاغيط اها ولا هذيك الباكيه ديال الكاغيط اي هذيك هابطه طويله طويله كنا تنشوفها حتى الفاكهه هذيك ما بقاش داكشي هذيك لا غريزه عقلت عليها باقا عند شي ناس للاسف فالناس خصهم يردوا البال لان بعض الاحيان يقدروا حتى الاطفال الصغار يتقاسوا بهذا المشكل ديال وجود كميه كبيره من الالومنيوم لهذا فالناس الله يجازيكم بخير النساء حاولوا تبعدوا على الالومنيوم ما تاكلوش الماكله اللي كانت مغطيه بالالومنيوم بركه علينا الالومنيوم اللي غناكلوه بلا ما نعرفوا سيظهر لي السي نبيل عياشي المشكل عند المغربيات والمغاربه هو اقل خطوره في الالومنيوم على البلاستيك
لان راه ما كاينش شي دار ولا شي ثلاجه مغربيه ما فيهاش عشرات البواطات ديال البلاستيك والبانيوات البلاستيك والميكات ديال البلاستيك. تنظن بان هذا المشكل ديال الالومنيوم مقدور عليه، مقدور عليه، ولكن سمعونا اليوم ممكن تفاداوه. نرجعوا البابي سولفوريزي، كاين متواجد، نقدروا نطيبوا به، نقدروا نغطيو به، نقدروا نديروا نغطيو بزاف، والمنديل ما كاين ما كاينش احسن من نغطيو بزاف القواعد المغربيه، لان الالومنيوم بعض الاحيان راه كاين حتى في بعض المواد ديال التجميل كاين فيها الالومنيوم اللي الجسم يقدر يدخل. هذاك الشيء علاش قلت بارك علينا غير اللي ما تنشوفوش اللي ما عندنا لين عليه ولا اللي ما غاديش، ولكن ما فيها باش نقراو المكونات دائما. يا ريت يا ريت كذلك الناس الصناع وفي الشركات لا ما يمكنش. لا 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 سميره لا غير ما يكتبوش لنا هذوك الحروف الغير مفهومه. شوف يجب انا شوف تي او دو يجب على المستهلك ان يقوم بعمليه البحث. انا ما لا الوم الشركات، عمرني ما لمت شركه نهائيا، الوم المستهلك، ولكن باش نقلبوا على الماكله ما تنقلبوش. متفقه معك متفقه معك سي نبيل العياشي.